السلام عليكم، يلا حيهم، شلونكم؟ طيبين يا اخوان. بالنسبة لموضوع الجوالات والأجهزة مع الأطفال، أعتذر من الآن إن طولت بس نبهت، لأني بوفي هذا الموضوع وأختمه اليوم بإذن الله عز وجل. لأني مثل ما قلت لكم يا اخوان، سمعت من هذا وذا وذا وكذلك على الجوال، وعلامات الاستفهام هذه نبي ننهيها. بداية أنا أراه واجب أن أتكلم بهذا الموضوع حقا لمجتمعي اللي أنا عايش فيه. يا غالين يا أحبة، حنا ما نتكلم عن جهاز فيه لعبة ولعبتين، آيباد وغيره، بيد طفل بدون إنترنت ولا برامج، ولا نتكلم عن خطر مثل ما يقولون إشعاعات وخطر على العيون والوقت ولا لا 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 إلى آخره. لا، الخطر أكبر بكثير. نوضح نقطة، حنا نتكلم عن جهاز جوال يحوي على برامج وتطبيقات وإنترنت مفتوح بيد طفل. خلونا نتصور تصور بسيط، حنا الآن نعيش بأمن وأمان بشوارعنا وديارنا، يا رب لك الحمد، صح ولا لا؟ هل في حاجة أنك تمشي بالشوارع وأنت معك سلاح وذخيرة ومتجهز للقتال؟ الجواب بكل تأكيد لا. طيب هل طفلي اليوم بحاجة أنه ياخذ جوال بيده ويتنقل بكل مكان؟ ما هو بس جوال، انترنت مفتوح وتطبيقات وحسابات إلى آخره، هل هو بحاجة؟ الجواب لا. لكن المجتمع كلهم معهم جوالات، وشلون ولدي ما يصير معه جوال؟ ما أقدر. اتفقوا كل اللي أعطوا أبنائهم جوالات إن المجتمع هو اللي فرض علينا، بس هذا هو السبب وهذا هو المبرر. يعني هذا يكفي مبرر إني أعطي جوال ابني اللي ما أدرك إنترنت مفتوح، حتى إنه ما يشوفه عيال خالته وعيال عمته، وينكسر خاطره، ويمكن يصير بخاطره على أبوه ولا أمه، ليش ما أعطيتهم جوالات، ومستقبلا بيأثر عليه. أنا أقول لك لا، معليش، قبل يقول أنا أبعطيه جوال وأعطيه إنترنت وأثقفه وأغرس مراقبة الله سبحانه وتعالى في قلبه وحياته. يا سلام، كلام جميل. حنا بحاجة أننا نغرس مراقبة الله سبحانه وتعالى في كل أحوالنا، سواء معه جوال ولا ما معه جوال. لكن السؤال، هل فعلا اليوم واقعنا غرسنا في قلوبهم مراقبة الله سبحانه وتعالى حقهم كآباء، وأعطيناهم حقهم وافي كآباء للأبناء؟ الجواب ما توقع. كره الابن لأبيه مو بس سبب انه ما اعطيته جوال. وانا اذا تكلمت يا اخوة عن وقائع وامور، اتكلم عن شيء باشرته بنفسي وسمعته وقرأته بنفسي شخصيا. منتشر بالآونة الاخيرة فتيات تقول اكره امي او اكره ابوي لاني وصلت لمرحلة والسبب امي، او السبب ابوي. هل السبب الجوال؟ السبب مو هو بانهم ما اعطوه جوال، اعطوه جوال واعطوه فلوس واعطوه احسن بيت واحسن ملبس واحسن مسكن، لكن ما اعطوه حقه كابن او بنت يحتاج الى عاطفه واحتواء وملء فراغ. اليوم للاسف اعطيناهم الجوالات، الجوالات هي اللي ربتهم، الجوالات هي اللي احتوتهم، ابواب الشهوات هي اللي ادخلتهم، صح ولا لا؟ والدور على الأب والأم بس يأكلون ويشربون وكد عليهم، إلا من رحم الله. ونعتقد أنه اللي يسعدهم وهذا اللي راح يعيشهم الحياة الطيبة أني أعطيهم ما أعطى المجتمع أو ما استسلم له المجتمع. واجب علي أني أغرس في قلوب أطفالي مراقبة الله سبحانه وتعالى، وأن هذا غلط وهذا صح إلى آخره، مع فعل السبب. يقول قايل يا أخي ليش نسيء الظن بأطفالنا، نقول إنهم بيدخلون بلاوي؟ لا، البلاوي اليوم تجيك وأنت ما دورته. أكثر من برنامج، ما راح أذكر أي اسم لأي برنامج حتى ما نسوي لفت نظر للي ما يعرفه، المصايب موجودة فيه. تقول لي لازم تبحث؟ لا، المصايب تيجي لحد عندك. وأنا أجزم ومتأكد إن كثير من الآباء والأمهات ما معهم إلا جوالات آيفون ولا جالاكسي، لكن ما تعمق بالبرامج ولا يدري شو وضعه. تصفح بجواله واتس أب ولا جاءه مقطع ولا مقطعين، اعتقد إن كل ذا البرامج نفس الأسلوب. لا،
اسمع بارك الله فيك، حساب موقع باب التوبة على أحد البرامج، حساب دعوي قال الله وقال الرسول، يجي متابعات كل بين فترة وفترة. قبل كم يوم جت إضافة من أحد الحسابات بضغطة زر، يعني شيء عفوي، حسابك تتصفحه، جاك إضافة تبي، ما بحثت عن إباحية ولا بحثت عن شيء، بضغطة زر ظهر الحساب إباحي. إباحي، لا صورة العرض ولا الترويسة الموجودة بالحساب ولا المحتوى اللي في الحساب، إباحية. تصور طفلك ابن 6 سنوات لا قدر الله عنده حساب بهذا البرنامج، وجته إضافة مثل هذه الإضافة وظهرت قدامه ممارسات إباحية صريحة. وش هالعقل اللي بيستوعب مثل هذا المنظر؟ أحد الشباب يكلمن هو شخصيا، يقول أنا عمري الآن 25 سنة، يقول أنا أعاني الشذوذ. وش السبب؟ إن أبوي ما عطاني جوال ولا ما عطاني فلوس ولا مقصر علي؟ لا، يقول السبب منظر وقعت عليه عيني يوم عمري 6 سنوات، جعلت حياتي رأسا على عقب والسبب مشهد فقط، أعاني الشذوذ الآن عمري 25 سنة. أسأل الله أن يحفظنا. أحد الفتيات تقول أنا عندي الآن ممارسات جنسية، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم، والسبب منظر وقعت عليه عيني. نرجع لحبيبنا اللي يقول يمكن تكسر قلبه، يمكن يكره أبوه لأنه ما أعطاه جوالات. الأثر أني ما أعطيه جوال ما يقارن بالأثر لو أعطيته جوال مليء بالبرامج ومليء بالإباحيات والممارسات الجنسية الصريحة، يمكن أكسر قلبه وأعكس فطرته السليمة. اسحب من طفلك الجوال وأغمره بأبوتك، اغمريه بأمومتك، أعطيه عواطفك، أعطيه كل محبة الوالدين، محبة الأم، محبة الأب. ما تنغرس بجوال أسلمه ابني، تنغرس بمعاملة وقدوة ولطف وحنان واحتواء. وصدقا بارك الله فيك، ما عملت هذا لله سبحانه وتعالى ابتغاء وجه الله، محافظة على هالأمانة بين إيديك، إلا ويسر لك. المجتمع مو بصحيح أني أستسلم له بأخطائه وكوارثه. والجناية على من؟ على طفل. إحنا مجتمع مسلم يا إخوة، أنا وأنت والثاني والثالث من هذا المجتمع، ولا بد أننا نحارب مثل هذه القضية، مو بنستسلم وننهزم. وأنا وأنت والثاني والثالث والرابع نصير 10، نصير 20 30 40، بدل ما نصير متأثرين نصير مؤثرين وقدوة. يا غالين، والله فيه ناس متزوجين ومتزوجات أهلكتهم التقنية، ولا قدروا يسيطرون على أنفسهم ولا يقيدون أنفسهم، وهم يعرفون الله ويراقبون الله ومؤمنين مسلمين ومعهم عقول. كيف بطفل صغير ما يدرك ولا يفرق بين الحق والباطل، تقول علمه الحق وهالخطأ، وشلون تعلمه إن الممارسات الجنسية هذه غلط؟ شلون طفل توه شلون تتكلم معه بالموضوع؟ شلون المشهد يبي يجي بدون قصد، هو ما راح يبحث، تلقاه رايح يبحث باليوتيوب ولا غيره عن أفلام كرتون ولا ألعاب ولا شيء صدره، ما يدري وهو يتصفح إلا وطالع عن قدامه هالمشهد الجنسي الصريح. أسألك بالله وش تصوري بيصير عليه؟ يقول أوه لا لا هذا غلط، يقول أبوي إنه غلط، سكر سكر ويستغفر. طيب إذن نبين الحق بين الصح والخطأ، مراقبة الله مع فعل الأسباب. ما أعطيه جوال، ولا قال عيال عمي عيال خالتي كلهم معهم جوالات، أقول يا وليدي كل ذولا غلط، أنت ما أنت بحاجة جوال يا ابني الآن، بكلمة طيبة وإن شاء الله إذا كبرت يجيك جوال وتقضي لزومك. لا، ما يقتنع يروحون لها لهم ولا لا. يا أخي أقيد الروح هذه، بدل ما تصير 5 ساعات تصير ساعة ويرجعون للبيت. نرجع لموضوعك كأب، نرجع لموضوعك كأم، التضحية مطلوبة والصبر مطلوب على التربية حتى عيالك يطلعون ينشؤون على لا تقول لا والله أنا بطلع الربعي خلهم هم يروحون، لا والله أنا بروح المنتزهات ولا أخالطهم، لا والله بدل نبي نتواصل. الصلة لها قدر إذا كانت
إذا كان خروجي من البيت بقدر معين يبي أثر علي وعلى أبنائي، وش يمنع أني أطلع بقدر قليل وأرجع للبيت وأعوضهم بشيء يستفيدون منه؟ حاسب آلي طابعه ألعاب بدون إنترنت على الحاسب ويصير موجود بالصالة قدام وتحت مراقبتي المباشرة، أعطيه جوالي الخاص أخليه يتصفح الاستديو، أخليه يتصفح واتساب جروب الأهل إلى آخره، لكن مو لكن ما يكون له شخصيا وإنترنت له شخصيا وحسابات شخصية ويتصفح على ما يبي بغرفته. أبو محمد أنت أبنائك عندهم جوالات؟ لا بفضل الله عز وجل، الحمد لله، لأني عجزت أعطيهم الخطر العظيم والكارثة الكبرى بين أيديه. ولو بفرد عضلات يا أخوان، لكن أنا ما هو بدخلت الإنترنت وتصفحت فقط، لا، دخلت أعماق الشبكة العنكبوتية وبرامج التواصل. لذلك أنا حرصت أني أتكلم بهذا الموضوع أكثر من مرة وأتكلم بهذا الشكل وأطول، وهذا نداء بأعلى الصوت لكل ولي أمر: لا تعطي أطفالك جوال مفتوح الإنترنت وبرامج تواصل اجتماعي. أبختم حتى ما أطول عليكم، تقول لي المجتمع، تقول لي عيال خالته، تقول لي عيال عمته، تقول أني أخاف أثر على نفسيته، كل هذه الحجج وهذه المبررات وأثرها اللاحق ما يقارن بالكارثة اللي يمكن تلحق طفلك مستقبلا، والسبب الجوال وبرامج التواصل وما تحتويه من مصائب. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم. يقول قايل: الحل، أعطيتنا المشكلة، لكن وش هو الحل؟ باختصار شديد شديد شديد، ما دام الجوال خطر، أقول لطفلي: يا ابني هذا غلط، للكبار فقط، لأنه مو بكل الحياة بالنسبة للطفل جوال وبرامج تواصل، ولا لي ولا لك ولا أي واحد. الحياة ماشية قبل بدون جوالات، وأحلى عيشة وأحلى تواصل وأحلى، يلا من فضلك. فمن يوم دخلت علينا التقنية الحديثة وحياتنا الله المستعان رأسا على عقب إلا من رحم الله عز وجل ووفق. لذلك الحياة الحقيقية هي حياة القلوب، ولا تحيا القلوب إلا بما يريده منا علام الغيوب، سواء بنفسك وبينك وبين الله سبحانه وتعالى، أو كتعامل بينك وبين أطفالك وأبنائك واحتوائهم والحب والحنان بينك وبينك. صدقوني يا غالين، ما عمر بيت بذكر الله عز وجل وطاعته من الوالدين والأبناء إلا ملئ سعادة وفلاح. وهذا هو الواجب، إن طفلي وأبنائي يجدون الواجب علي لهم كزاد مستقبلا. يعني إذا وصل عمره 15-20، وش الزاد اللي أخذه منك يوم كان طفل؟ جوال بس؟ أصلا حنا مثل ما قال واحد نلعب على أنفسنا، نقول نعطيهم جوالات ونغرس مراقبة الله سبحانه وتعالى، وحنا أصلا مشغولين بالجوالات مع عيالنا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحفظنا وإياكم، وأتمنى وأرجو أني وصلت الفكرة وما أريد من هذا أو في هذا الموضوع، وأعتذر أشد العذر على الإطالة في السناب في هذه المرة، لأنه وجبت الإطالة والله المستعان حتى أننا نوفي، ولا وفينا والله المستعان، لكن المبتغى والهدف أنه يدرك كل أب وكل أم حجم الخطر الذي ينتظره أبناؤه إذا سلم جوال. وأرجع وأقول، حتى لو راقبته وتقول أني بشوف وش يدخل، يمكن بلحظة أقل من جزء من الثانية ينفتح قدامه مشهد يضيع حياته. جزاكم الله خير يا غالين، وبارك الله فيكم، وأسأل الله أن يحفظنا وإياكم وأبنائنا وبناتنا، إنه جواد كريم.